المباراة المهمة جدا ما بين زمالك ومودرن فيوتشر، يعني شايفها المباراة الأولى بالنسبة لنادي الزمالك نقدر نقول حسم الأمور ولا ما زال الأمور في الملعب أو المباراة في الملعب؟ لا طبعا، في المباريات الإقصائية دايما بتبقى كل الاحتمالات مفتوحة، خاصة ماتش فيوتشر الأولاني كان فيوتشر قدم مباراة كويسة جدا. فيوتشر بيجيد اللعب ضد الزمالك لكن لا يجيد خروج بنتائج ضد الزمالك، يعني بيكون ند كبير بشكل قوي مع الزمالك. المباراة الأولى الزمالك أي نعم فاز 2-1 لكن كان الهدفين جايين من كرات ثابتة، خمس مرات فاز فيها الزمالك، خمس مرات هي علامة كاملة للزمالك. زائد طبعا هتبقى الصعوبة بالنسبة لفيوتشر، المباراة هتقام على استاد القاهرة وسط حضور جماهيري اكبر شويه لنادي الزمالك، والزمالك طبعا البطوله دي تعتبر الامل الاخير ليه في الموسم ده، فدوافع الزمالك اكبر. طبعا بنعزي المعد البدني لنادي الزمالك، طبعا دي كانت صدمه هزت شويه الارجاء او استعداد نادي الزمالك، فاعتقد ان المؤشرات الاوليه يعني بتصب في صالح الزمالك، لكن المفاجات وارده دايما في مباريات الكؤوس. استاذ امير، نفس تتفق معه في الرأي ولا لسه زي ما انت برضو قلت لي ممكن يبقى فينا قلق لأن نادي مودرن عامل أداء كويس وكان ند في الشوط الأول على نادي الزمالك في المباراة الأولى؟ هو صحيح طبعا، يعني يمكن انا بتفق مع بايه في حته ان هي المباريات الاقصائيه ملهاش مقياس، يعني شفنا يمكن النادي الاهلي كان متفوق في مباراه الذهاب على سيمبا، صحيح ان هو تفوق في مباراه الاياب ايضا ولكن كان مدي اريحيه شويه، بيلعب باريحيه بارتياح شويه زياده عن اللزوم خاصه في الشوط الاول، قدر ان هو يحسم الامور في الشوط الثاني ويسجل هدفين. لكن بشكل عام نادي الزمالك يمكن مباراته امام فيوتشر المباراه الاولى سجل هدفين، صحيح ان هو استقبلت شباكه الاول هدف من فيوتشر، وكان فيوتشر يمكن ضيع كره في العرض في اول خمس دقائق ممكن تغير سيناريو المباراه تماما، ولكن الزمالك دايما يعني زي ما بنقول كده بلغه الكوره كعبه عالي على فيوتشر في المباراه دايما، في كتير من المباريات يمكن زي ما حضرتك ذكرت الاحصائيه فيما يخص التفوق الكبير للزمالك على مستوى النتائج، لكن في كتير من المباريات يبقى دايما فيوتشر هو اللي متقدم في النتيجه وما بيقدرش يحافظ على التقدم ده، فدي يمكن مشكله عندنا في فيوتشر برضو، يمكن تقدر تقول قله خبره شويه عند بعض عناصر الفريق. لكن بشكل عام طبعا مباراه تحمل كل الاحتمالات او مفتوحه على كل الاحتمالات، نادي فيوتشر ما عندوش حاجه يبكي عليها داخل المباراه دي، لو سجل هدف هتبقى الامور بالنسبه له يعني قريبه جدا ان هو يقدر يسجل هدف تاني ويخلي الامور متشابكه. يمكن بنفكر الناس ان بطوله دوري ابطال افريقيا يمكن هي البطوله القاريه او عفوا يعني البطولات الافريقيه عموما، مش بطوله القاريه بصوا القاره يعني دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، البطولات الافريقيه هي المحتفظه بفكره قاعده الهدف خارج الملعب بهدفين، يمكن دوري ابطال اوروبا لغاها، دوري ابطال اسيا لغاها، والبطولات الاوروبيه والاسيويه، لكن البطوله الافريقيه يمكن دي بتحفز شويه فكره. طب انت وجهه نظرك مع ولا ضد؟ لا انا مع بصراحه، مع انها تستمر، يعني بتدي اثاره شويه في الكره، يمكن يعني برضو انا شايف مش ما بتبقاش منطقيه قوي انا كفريق خارج ملعبي مثلا متعادل 3-3 ومسجل 3 اهداف بره ملعبي واجي اتعادل سلبيا في ملعبي، يبقى الامور متكافئه يعني كاني زي المنافس بتاعي، لان طبعا بيبقى في ضغط جماهيري كبير ان انا اتمكن ان انا اسجل 3 مرات مثلا يعني ايا كانت النتيجه في المنافس، فدي حاجه تحسب لي. فانا عشان كده يعني بحيي الاتحاد الافريقي ان هو ما زال محتفظ بالحته دي اللي بتدي شويه نديه واثاره في المباريات.